يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عن موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه مما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلنا إلى وقعة اليرموك، وكان عدد جيش المسلمين 27,000 وعدد جيش النصارى 20,100. وأرسل الأمراء إلى أبي بكر يعلمونه بما وقع من الأمر العظيم وطلبوا منه مددا، فكتب إليه أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا، فأنتم أنصار الله والله ينصر من ينصره ويخذل من يكفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها. هذا شق هام في طريق المواجهة والمجابهة مع الأخذ بالأسباب، إن المسألة ليست هي أسبابا محضة، ولكن هناك أسباب أخرى من مرض القلب والتنازع وارتكاب المعاصي والموبقات لا شك أنها مهلكة، وأن ما يحدث اليوم للأمة نحن من أحد هذه الأسباب لما وقعنا فيه من الذنوب ومن المعاصي ومن الأمراض ومن الآفات، ثم لا نصلح ما في هذه النفوس. الكل يعيش حياة الأنا بصورة أو بأخرى إلا من رحم الله. الكل وكأنه يقول ما أريكم إلا ما أرى، أنا الصائب ومن عداي هو مخطئ. إيش معنى ولي وإزاي؟ هذه وساوس تبعد الناس عن العلاج. لما تنظر في وقعة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، طيب وقع داء العجب، هكذا بيّن ربنا تبارك وتعالى أن نهزم اليوم من قلة، فماذا كان؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خلاص أنتم اتكلتم على الأسباب دونكم الأسباب. طب الطريق إيه؟ ها؟ الرعودة. لذلك العودة لنقاط البدايات من أهم ما يكون عند اختلاط الأحداث واختلاف الأمور. ارجع للبداية، احنا بنعمل ليه؟ انا بتعلم ليه؟ انا بروح المسجد ليه؟ انا هنا بعمل ايه؟ ارجع، ماذا تريد من هذا الفعل؟ فان كانت النية سليمة الحمد لله، وان كان حصل نوع من الانحراف عد وتوب. هذا في افعال المخالفات الظاهرة والباطنة، لكن ان تقلب ان تترك هذه الاعمال وكأنك تقلب ورقا في كراس ولا تعبأ، هذه المصيبة. تحدث بقى التراكمات التي بسببها تحدث الكوارث، ونتخلف عن النصر ويحصل ويحصل، وفي الآخر المشكلة فين؟ ها؟ قل هو من عند أنفسكم. طيب
احيانا من الحيل النفسيه والافعال الشيطانيه ان الانسان لا يخاطب نفسه بما اقترفت الاحوال والاوضاع والناس والاخوه وشفت هذا ليس لك يعني ليس لك قدره على تغيير هذا، لكن المقدور ايه؟ تغيير نفسك ومن حولك. انا النهارده حجلس اقول المجموعه ديت ما بتذاكرش وما بتعملش وكذا وكذا ومش مش وبعدين، لكن انا لو رميت نفسي وسط هذه المجموعه وحيت الروح وبدات بنفسي تاتي البركات، بركات بقى الاخلاص والتفاني والعمل. لكن كل واحد بيتعامل مع الاخر، ها انت تسكت عني كما اني اسكت عنك. حتى اذا ما تكلمنا يكون من باب الايه؟ التجريح وانتهاز الفرص، ليست نصيحه لله ولا لرسوله. هذا الاشكال. انتم امام معضله، الجميع امام معضله، ارجع لنفسي وحضرتك ترجع لنفسك ونعود. شوف الكلمه ده، خلي بالك. فاحترسوا من الذنوب، ده هم فين الان؟ فين كانوا؟ في نزهه، في ارض الجهاد، في ارض المعمعه. وبقول لهم خلي بالكم يعني، وهذا ابعد ما يكون في ظل هذا الوقت من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخروج في هذه كذا، والانسان يرى الموت راي عينه، ولكن مع ذلك دلهم على الطريق. فاحترسوا من الذنوب. ثم قال ابو بكر رضي الله عنه: والله لاشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. اتى الايه؟ السبب المادي بعد التحذير من الاسباب التي تجلب معها الهزيمه مما يكون من اعمال ايه؟ الذنوب والمعاصي في الظاهر والبطن. وبعث اليه بالعراق ليقدم الى الشام، وان وصل الى الشام فهو الامير على الجميع. هذا ايضا موقف انا تكلمنا فيه. ليس الاشكال من المقدم ومن المؤخر، انما الذي يقدم الناس من؟ الله. لا تلتفت، ما الفارق ان تصلي امام او ماموم؟ اليست صلاه واحده؟ ما الفارق ان تعمل في الدعوه سواء كنت على منبر او تمسح هذا المنبر او تجلس على هذه الطاوله او تجلس اسفل منها؟ ما المانع؟ ايه الاشكال؟ ايه الاشكال انك تكون جند، ان تكون من جند الله سبحانه وتعالى على اي هيئه كانت؟ كنت في الساقه، كنت بالحراسه، كنت في المقدمه، هذا ليس اشكال. اصل فلان لا يحسن، خلاص ان كانت نصيحه لله انصح وارجع مكانك. لا تستشرف، لا تتشوف. فاستناب خالد المثنى بن حارثة وتوجه إلى الشام مسرعا في 9500، وسلك طرقا لم يسلكها أحد قبله اختصارا للطريق. طبعا وكانت أرضا معطشة، فلما فقدوا الماء نحروا الإبل إلى ما يعني تكلمنا عنه. ولما أقبل خالد من العراق لقيه رجل من النصارى العرب، فقال له: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: ويلك أتخوفني بالروم، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. الله أكبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. ها ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ فهزموهم كله بإذن الله. يبقى الفئة القليلة تغلب بإذن الله، والهزيمة تلحق الأعداء بإذن الله، وما أنتم إلا أسباب. إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلا. يبقى أنت محتاج أن تقوم دورك في الدعوة، سلوكك في الحياة، مواقفك، تدري عما يحدث، ولو بشيء بسيط، ولو بدعوة، ولو أن تتقن عمل، ولو بصدق يسيرة، لكن لابد أن يكون لك طلب من هذه الدروب. وإلا كما قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. لابد أن يكون لك سهم، يكون لك نصيب، يكون لك سهم نصيب أن تخرج بمشروع ولو بسيط، لكن لابد أن تكون صاحب مشروع، صاحب همة،
صاحب باب تدخل فيه على الله عز وجل. وطلب مهان قائد الروم أن يقابل خالد بن الوليد، فخرج إليه خالد فقال مهان: إن قد علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلي أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. أخرجكم الجوع والعوز والفقر، كل هذا 10 دنانير يلا حلوين ناس، يعني شوف ثيابكم شوف أحوالكم، وتقول العام القادم يأتي وفد أرسل له هذه العطية. فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدم، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. الواحد هاب الموقف، وأنا أقرأ من كتاب بعد هذه الواقعة من 1400 عام، إن قوم نشرب الدم، تخيل هذا الرد. لكن لا قيمة لهذا الرد بلا قلب، إنما تستمد القوة في الأقوال والأفعال من قوة القلب. وإلا ممكن يحصل هذا الموقف وتطلع، إحنا نطلع في الشوارع نقول كلام كما قال الصديق رضي الله يقول، وكلام كما كان عمر وكلام، لكن أين القوة؟ هنا المسألة بالكلام، كما قال عمر: والله يا رسول الله الآن أنت أحب إلي، الآن أنت بتحب إلي من نفسي. ممكن الكلام ده يحصل سهل جدا، نقعد نتكلم مع بعض ويحدث يخلق بيننا حوار والدعوة، والله الآن الدعوة أحب إلي من نفسي، كلام جميل. وبعدين هل هذه الكلمة بلغت بك شيء؟ لا، إنما على قدر قوة القلب. وإلا الإنسان لا يشم من الواو والراء والدال رائحة الورد. اكتب كده على ورقة فاضية: ورد، فل، ياسمين، وشمها. لا يحصل. هل هي ورد فعلا؟ لا. هذا الكلام، هذا الكلام، لكن الأفعال: الآن يا رسول الله فكان الآن. هذا ما ينبغي أن نتعلمه وأن نتعايش معه وأن نتربى عليه قدر الطاقة، وأن تبلغه لأهلك وأولادك ومجتمعاتك. وإلا ما الفائدة؟ كانت تقول أم سفيان لابنه: يا بني انظر إلى هذا العلم، انظر إلى هذا الإيه؟ العلم، ماذا عملت منه؟ وإلا فلا تتبنى نفسك. هل ازددت في سلوكك وفي خلقك وفي ديانتك وفي جوارحك وفي... طب هذا ليس دعوة إن الناس بقى طالما إحنا مش نافعين خالص خلاص سيب اللي بيدك وروح بقى ننحرف، لا، لكن هي دعوة للتصويب والمعالجة. وإلا فأين تذهبون؟ تروحوا فيه؟ وأن إلى ربك كنت رايح راجع أحسن. ثم تفارق وتنازل الأبطال وتجاولوا في الحرب، وقامت الحرب على ساق، وأقبلت الروم رافعة صلبانها، ولهم أصوات مزعجة كالرعد والقساوسة والبطارقة تحرضهم على القتال، وهم في عدد وعدة لم يرى مثلها، وحمل المسلمون على الروم حملة رجل واحد، فانكشف الروم وفر، وانتهت المعركة بنصر ساحق للمسلمين. هذا ما كان يقوله خالد، إن المسألة ليست بالإيه؟ بالرجال، بدليل 27,000 مقابل ما هذا؟ لم يدخل المسلمون أبدا في معركة أنزل الله عز وجل عليهم فيها النصر والصبر والثبات، وفازوا وظفروا لا بعدة ولا بعتاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم. طيب لو ما كنتوش مؤمنين ما لم تحققوا الإيمان لن يحدث شيء مما قيل مترتب على إيه؟ على الإيمان والعمل الصالح. قام عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك فقال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأفر منكم اليوم، وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. تخيل
هذا وفاء، هذا من وفاء الصحابة، انه في موطن الشدة ما تذكرش بقى انا كنت من كذا عملت كذا وانا حاربت، لكن تذكر ايه مساويه وبلاويه، تذكر ايه تفريطه، انا حاربت. طب ما حارب بعدها حروب جيدة جدا وقبل بلاء حسنا، لكن اياك ان تنظر لعملك او ان تغتر به، ولكن انظر ليه لغدراتك وفجراتك، فذلك ادعى ان ترتقي، والا كما قال سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. يريد الله سبحانه وتعالى ان يرفعكم، تصعدوا، ان تسمو بارواحكم وقلوبكم بالمعاني تحملكم، ثم انتم تريدون الخلود ها الى دودها والى بلائها والى طينها والى، لكن شوف النظره. وافروا منكم اليوم ثم ندى من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور ومعهما 400 من فرسان المسلمين، وقاتلوا قتالا مريرا حتى قتل كثير منهم. وقد ذكر المؤرخون أنهم لما صلعوا استسقوا الماء فجاء إليهم بشربة، فصار كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه. عارفين القصة مشهورة؟ لا أخويا يمر على أخوه، لا 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 أعطوا اللي بعدي هو أحوج، حتى ماتوا جميعا ولم يشرب منهم أحد. ذهب الظمأ وماذا بقي؟ العز والشرف، الرفعة، المواقف العظيمة. الإنسان مجموعة من المواقف والسلوك، مجموعة من الأعمال، موقف بسيط، اشرب اللي بعده محتاج، موقف كلمتين ماتوا جميعا ولا مشروب، لكن وانت تقرأ تشعر بنعم من العز والفخر، صح؟ وأخذ المسلمون كنيسة يوحنا فقسموها نصفين، شوف العدل، انظر إلى العدل، فقسموها نصفين وجعلوا نصفها مسجدا ونصفها الآخر كنيسة، والمسجد يسمى اليوم بجامع دمشق الذي دنس. هب صلاح الدين وكان يعد لقتال الصليبيين من رقعة كتب أحد الشباب فيها بيت شعر يستحثه: يا أيها الرجل الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فكان الفتح العظيم، ربما ومعتصماه انطلقت من أفواه اليه الصبايا اليتمي، لكنها لم توافق نخوة المعتصم. فتح عمورية لأجل امرأة، هذه معاني عظيمة. لما لا تمر علينا مرور الكرام أو للتسلي، ده احنا كان لنا أجداد، لا 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 لا، وإنما أن تحقق بعض هذه المعاني التي تحملك على ذلك، معاني الإيمان والتقى والعمل الصالح وتحقيق الإخلاص والتفاني وحب الدين والبذل. والله ما هي إلا أيام دون أيام، ولباس دون لباس، وطعام دون طعام، وشراب دون شراب، ها، والكل قادم على ربه سبحانه وتعالى. استمرت خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، ثم توفي أبو بكر وقد ترك الخلافة بعد ذلك لعمر وبايعه الناس. وقد رأى أبو بكر أن عمر بن الخطاب هو أصلح الناس لتولي هذا الأمر، فاختاره من بعده وبايعه المسلمون بعد ذلك، فصار خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مدة خلافته 10 سنين. وتعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجمل السنوات في عمر الإسلام، بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تولى عمر الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام، حيث تجمع المسلمون في اليرموك أمام جموع الروم الهائلة، وانتصر المسلمون في هذه المعركة انتصارا مؤزرا، وفتحت دمشق وحمص وقنسرين وأجنادنا، ثم كان الفتح العظيم
وهو فتح بيت المقدس. الزمان ما يرجعش ورا كده ونشهد هذه المشاهد. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون. ما بين هذه الأمة وبين مصر إلا الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وصار المسلمون يجولون في أرض الروم كما يحلو لهم، ثم بعد ذلك اتجه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر وفتحها، واتجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الشرق حيث بلاد فارس، فأوطأ الخيل ديارهم وكبدهم خسائر عظيمة. ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص، وكانت من المعارك الفاصلة. ثم فتحت خراسان، وكانت الفتوحات كثيرة جدا في عهد عمر، وكان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة، وكان يسأل الناس عنهم ويستطلع أخبارهم، وكان محمد بن مسلمة رسول عمر يستطلع أحوال الولاة. ومن سياساته أنه كان يعس بالليل ويحرص على أمن المدينة حرصا شديدا، ولم يكن يسمح لكبار الصحابة بالخروج من المدينة ليستشيرهم في أموره. المشورة، ما أحلى المشورة، وما أشأم الاستئثار بالرأي، وما أحلى خفض الجناح والاستئناس بكلام الصالحين والجلوس في حلقهم عند ركبهم. ما أشأم الاستئثار بالرأي وترك المشورة، مع أن الموجود من الصحابة بعد موت أبي بكر لا يوجد واحد منهم يفضل من؟ عمر. مش دي الحقيقة؟ تبصي ليه مولانا؟ مش دي الحقيقة؟ كان أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. فلما مات كان، ومع ذلك كان إيه؟ استشير. وأظهر العدل حتى قال فيه رسول كسرى لما رآه نائما تحت شجرة وهو أمير المؤمنين: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. عن حذيفة بن اليمان قال: بين نحن جلوس عند عمر، قال عمر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أي حذيفة أجل. وكذلك الفتن، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ردرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. قال لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. فهذا الباب هو عمر نفسه، وكسر الباب هو قتله رضي الله عنه لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سطور. هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن راز بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فكر، وفهر من قريش. أزواجه زينب بنت مزعون، مليكة بنت جرول، أم حكيم بنت الحارث، عتكة بنت زيد، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، جميلة بنت عاصم، قريبة بنت أبي أمية. فيهم من؟ أم كلثوم. هل كان علي الفارس المغوار الشجاع يزوج ابنته لرجل؟ هذا من جهل الشيعة. الذكور زيد الأكبر
وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وبيد الله عياض الإناث حفصة رقية زينب فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وأسلم عمر بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة في السنة السادسة من البعث. كيف أسلم عمر؟ من يقول؟ أعطيه جائزة. في رواية عن لما كان هذه كان أخت العمر أسلم، وكان زوجها مسلم، فسمع فأحد أحد المشركين قال له أن أخته. هذه رواية ضعيفة، أخرج البخاري في قصة أسلم عمر. سمع أنه سمع. أيوه تفضل. أنه سمع أجل يقول يا جليح، يا جليح رجل النجيح، رجل جليح، فهذا أمر فصيح، يقول مسلم فصيح، فأخبره أن بعث عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عن بعث. نعم. كان ثمة عجل يذبح عند المروة، فلما قرب عمر أخرج صوتا من دخيله ففر الناس، وقف عمر يستمع يقول: يا جليح يا أصلع، أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوقع الإسلام في قلب عمر، فانطلق إلى بيت الأرقم. والله يا أخوانا هذه السيرة العطرة فخر، ليتنا نقرأ ونتعلم ونعلم أبنائنا، ما أحلاه. فصرخ صارخ: يا رسول الله عمر. فقال حمزة: إياك خيرا يرى خيرا، وإنه غير ذلك فأنا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فدخل عمر والناس متوجسة، حتى أن امرأة قالت في يوم هجرة الحبشة لزوجها: لو رأيت عمر ورقته. قال: أتطمعين في إسلام عمر؟ لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر من شدته، ولكن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فدخل عمر فجبذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنا الأوان أن تسلم يا ابن الخطاب؟ أما أنا الأوان؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان فتحا. ما زلنا أعزة منذ، تخيل، حتى أنه هاجر معلنا هجرته، قال: من أراد أن تذكره أمي فليأتيني خلف هذا الوادي. الأرض يفقد نفسه يجيني أنا مهاجر. رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله أنقل الله بمثل عمله منك، وأيم الله إني كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الله، الصحبة الصالحة واختيار الأصحاب من أعظم الأسباب المعينة على تقوى الله سبحانه وتعالى. فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة لا حقوق، الإخوة لا حقوق، لا يفهمها ولا يعيها إلا من شرح الله عز وجل صدره. فضائله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإياكم في أمتي أحد فإنهم عمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر.
فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. الله أكبر. مراعاة أحوال الإخوان مهم جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان عمر في مكانة، وما عمر رضي الله عنه بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تلوى عمر هذه المكانة إلا بفضل الله ثم بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك مراعاة الأحوال، مراعاة نفسيات الإخوان وحق دم الحقوق الصحبة، وده أمر مهم جدا. أنت عارف أخوك، ما الذي يدخل عليه الحزن؟ ما الذي كذا؟ ما الذي كذا؟ وأنت تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأبعاد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال عمر وفقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. فقلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قتل عمر أمير المؤمنين على يد أبي لؤلؤة المجوسي حيث طعنه وهو يصلي الفجر في الناس طعنتين بخنجر مسوم. وقال عمر لما عرف قاتله الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي مسلما يحاجني عند الله بسجدة سجدها. أهم الأحداث في خلافة عمر موقعة القادسية في محرم سنة 14 من الهجرة. عزم عمر على غزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، فقال عبد الرحمن بن عوف إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة فاستصوب عمر وباقي الصحابة رضي الله عنهم رأي عبد الرحمن بن عوف، وقال عمر فمن ترى أن نبعث؟ فقال عبد الرحمن بن عوف الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص، فرضي عمر. وخرج سعد إلى العراق في 4000 وقيل 6000. شيء عجيب والله. عمر طالع أشار عليه أن نجلس، فندب رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما اعترض أحد، فما شك أحد في أنه محب الجهاد والطاعة، فما ساء ظن أحدهم. أخرج فلان وخرج. وقال عمر والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب، وأمر سعدا أن يجعل الأمراء على القبائل وأن يواعدهم القادسية. وكان بهذا الجيش من الصحابة 310 رجل منهم 70 بدريا، ومعهم أكثر من 700 من أبناء الصحابة. واجتمع رأي الفرس على رستم، فخرج ومعه 80,000 وقيل أكثر، ومعه 33 فيلا. وبعث سعد ربعي بن عامر إلى رستم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصير، ولم يزل راكبها حتى دس بها طرف البساط. سبحان الله. هذا منظر عجيب. دي أدوات أهل الباطل، الزنا والتفاخر والذهب، هذه أدواتهم. لكن أن لهذه الأدوات أن تصمد أمام القلوب القوية المؤمنة تتلاشى
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هذه الذلة لا ترتفع عنهم لا بالأموال ولا بالذهب ولا بالياقوت ولا باللباس ولا بالفرش ولا بالبسط ولا بالأماكن ولا لا أبدا. حتى داس على طرف البساط بإيه؟ الصغير، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. تخيل دخل على ملك عظيم أو قائد وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقالوا ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. الله، كلمات وكأن الجميع يشتم منها رائحة العزة. فقال رستم إذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمالق فخرق عمتها. يلا بالرمح يتوكأ عليه يغرزه، خرق لهم السجادة الحمراء. فقال رستم إذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمالق فخرق عمتها. فقالوا له ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم، كم أحب إليكم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين. قال لا، بل حتى نكاتب أهلنا أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدا من ثلاث بعد الأجل. هم ثلاثة أيام مش غيرهم. فقال أسيدهم أنت؟ أمال طبعا أمال أبعتني ليه؟ أكون أنا مين يعني؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجيب أدناهم على أعلى. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، أن الكلمات إذا كانت صادقة دخلت القلب، وأن الأعمال إذا صدقتها الكلمات كان لها تأثير، وإلا فلا تتعبن نفسك. كانوا فعلا كالجسد الواحد. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ من يقول ذلك؟ رستم. فقلوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ فقال ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. قال ابن كثير رحمه الله كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها، وذلك أنه لما تواجه الصفان كان سعد قد أصابه عرق النسى وخرجت الدمامل في جسده، فهو لا يستطيع الركوب، وإنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وسادة، وهو ينظر إلى الجيش يدبر أمره، وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة. وبدأت المعركة وصار القواد يحثون الجنود على القتال، واقتتل الفريقان قتالا شديدا، وأبلى جماعة من الشجعان بلاء حسنا مثل عمرو بن كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وخالد بن عرفطة وضرار بن الخطاب وطليحة الأسدي. واستمر القتال ثلاثة أيام بلياليها، وأباد المسلمون الفيلة ومن عليها، وهبت رياح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها، وانتصر المسلمون. فبدر رستم فركب بغلته يريد الهرب، فأدركه المسلمون وقتلوه.
أتي بأمر هذه المعركة؟ ذاك الصحابي الذي ابتلي بشرب الخمر، أبو محد الثقفي، فحبسه سعد، لم يشارك في القتال بشؤم هذه المعصية، والرجل كان يتوب. فلما حبسه خالد وسمع صوت الخيول والصهيل والكر والفر، نادى على سلمى قال: يا امرأة سعد، يا سلمى، اعطيني فرس سعد بن البلقاء. سعد كان مريض رضي الله عنه، فإن أنا مت حل عني قيودي واعطيني فرس سعد بن البلقاء، فإن أنا مت استرحت مني. يقال عليكم الشعر تقريبا، كفى بالموت قنا أن أترك مشدودا علي وثاقيا، فإن أنا مت استرحت مني، وإن أنا عدت أو نجوت لأضعن قدمي في القيد. فما زال في الحاح حتى أعطته فرس سعد، فامتطى الفرس وانطلق، وسعد جالس يقول: الدبر دبر البلقاء، والضرب ضرب أبو محجن، وأبو محجن في القيد. مين ده؟ الجاري ده بتاع مين؟ الفرس بتاعتي، والضرب ده قتال أبو محجن، وأبو محجن في القيد. فلما عاود الدبر دبر البلقاء، والضرب ضرب أبو محجن، وأبو محجن في القيد، حتى أخبرته امرأته، يقول: فانكم، وقال: والله لا أجلدك في خمر أبدا، وقال: والله لا أشربها بعد ذلك أبدا. الخير لا يأتي بالشر، والحسنات يذهبن السيئات، والحسنة تأتي بأختها، والسيئة تأتي بأختها. موقعة أجنادين من المعارك الفاصلة مع الروم، وذلك أن عمرو بن العاص سار بجيشه إلى أجنادين، وخرجت الروم وقائدها الأرطبون. الأرطبون هذا له قصة. ولما وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانتظروا عما تنفرج. اسمع القصة دي لتنظر إلى ليس الذكاء وحده، ولكن حينما يحالفه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقام عمر على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل. كل يبعث رسول لا يأتون بشيء يشفيه ما في نفسه، فقرر أن يذهب بنفسه. فدخل عليه كأنه رسول من قبل عمرو بن العاص حتى ينظر إلى حال الأرطبون، فسمع منه وأسمعه، وخرج بما يريد، فشك فيه الأرطبون، فدعا حارسا عنده فأسر إليه، وظن عمرو بن العاص أنه كشف أمره وأنه أمر بقتله. يقال أن أحد جنود العرب قال لخالد: كما أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ففهم عمرو. يقال لما خرج عمرو بعد ملاقاة الأرطبون قال له أحد الحراس ممن كانوا عربا: يا هذا، كما أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ففهم عمرو. فقال الأرطبون: رجع عمرو، أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع عمرو بن العاص لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم لتسمع منهم ويسمعوا منك. قال الأرطبون: نعم، حمد المئة الواحد أضفر بعشرة، فذا فأتني بهم. ثم دعا حارسا آخر وساره كما سار الأول، وخرج عمرو. وبعدها تحقق الأرطبون أن الذي دخل عليه هو عمرو بن العاص، وقال: خدعان الرجل هذا، والله أدهى العرب. وبعد ذلك كان القتال بأجنادين، وكتب الله النصر للمسلمين، فخرج الأرطبون إلى إلياء وتحصن بها، وهي بيت المقدس. فتح بيت المقدس، خرج أبو عبيدة بجيش الإسلام فحاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح، بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما وصل عمر الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، فترجل أبو عبيدة وترجل عمر، فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة. ألا تبوا الناس والأساقفة فكف أبو عبيدة فكف عمر، ثم صار حتى صالح نصار بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، ثم دخلها، فدخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء،
ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد، فقرأ في الأولى بسورة صاد وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه، فجعل ضاهية اليهودية، ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس. نعم فقال ضاهية اليهود، يعني تشبهت بهم، أن يجعل المسجد من ورائه، فقال ضاهية اليهودية، ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس، وهو العمري اليوم، اللي هو عليه إيه؟ القبة الايه؟ لا قبة الصخرة ديت بعضهم بيعتقد انها ايه؟ قبة الصخرة هذه الذي بنعمل، لكن هذا غير، المسجد كان محيط بها، وجعل القبة على ايه؟ على هذا المكان. لكن من افعال هذا العدوان الخبيث انهم ربطوا في اذهان الناس ان البيت بيت المقدس هو ايه؟ قبة الصخرة. ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه، ونقل المسلمون معه في ذلك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيتها، والروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة، وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة، وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى عليه السلام، فجعلوا يلقون على قبره القمامة، فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة، وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى هنالك، وليست إيه؟ القيامة. فتح تستر والسوس وأسر الهرمزان، سبب ذلك أن يزدجر ملك الفرس كان يحرض أهل فارس على العرب حتى نقضوا العهود التي بينه بعد القادسية وغيرها من المعارك الصغيرة، وتعاقدوا على قتال المسلمين، ولما بلغ الخبر عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص أن يبعث جيشا إلى الأحواز بإزاء الهرمزان، فبعث سعد النعمان بن مقرن، فلما وصل النعمان إلى رام هرمز خرج إليه الهرمزان وتقاتل معه، فهزم الهرمزان وفر إلى تستر، ولحق به المسلمون حتى حصروه هناك، وكثر القتل من الفريقين حتى قال المسلمون للبراء، وكان مجاب الدعوة: يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم لنا، فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. وكان البراء يومئذ قتل أكثر من 100 رجل مبارزة، فهزم الله الهرمزان وقومه حتى ضاقت عليهم بلادهم، وطلب رجل من الفرس الأمان من أبي موسى الأشعري فأعطوه الأمان، فصار يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلدة وهو مدخل الماء إليها، فندب الأمراء الناس إلى ذلك، فانتدب جماعة من الشجعان فدخلوا مع الماء وذلك في الليل، وجاءوا إلى البوابين فقتلوهم وفتحوا الأبواب، وكبر المسلمون فدخلوا البلاد وذلك قريبا من وقت الفجر، وانشغلوا بالقتال حتى طلعت عليهم الشمس ولم يصلوا الفجر. أحيانا إخوة بتطلع عليهم الشمس بس ما يكونوش في القتال في نوم. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حسن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. الله أكبر. وفر الهرمزان إلى القلعة فتبعه جماعة من الأبطال، فصار يرمي بالسهام فأصاب البراء بن مالك ومجزاة بن ثور فقتلهم، وقال لهم الهرمزان: إن معي 100 سهم، وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا رميته، فما ينفعكم أسري إذا قتلت منكم 100 رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني حتى أسلمكم يدي فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم في بما شاء، فأجابوه إلى ذلك. ولما وصلوا المدينة قصدوا منزل عمر فلم يجدوه، وأخبروه أنه في المسجد، فلما قصدوا المسجد وجدوه نائما في ناحية منه، فقال الهرمزان: أين عمر؟ فأشاروا إليه وخفضوا أصواتهم حتى لا يوقظوه، فقال: أين حجابه وحرسه؟ قالوا: ليس له حاجب ولا حارس. فاستيقظ عمر من أصواتهم واستوى جالسا، فقيل له: هذا الهرمزان. فقال عمر: ما حجتك وما عذرك في نقضك العهد مرة بعد مرة؟ فقال الهرمزان: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال: لا تخف ذلك. فطلب الهرمزان الماء ليشرب، فأتي بالماء فأخذه وجعلت يده ترعد، وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشرب. فألقى القدح والماء فيه ولم يشرب، فقال عمر: أحذر له ماء ولا تجمع عليه القتل والعطش. ف...
فرفض أن يشرب الماء. ليه؟ لا، لعلمه أن هؤلاء الناس لا يكذبون، هذا معنى، ولا ينقضون العهد. فقال له عمر: إني قاتلك. فقال له الهرمزان: إنك أمنتني حتى أشرب ولم أشرب بعد. فقال أنس بن مالك: صدق يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ويحك يا أنس، أنا أؤمن من قتل مجزاة والبراء. ثم أقبل عمر على الهرمزان قال: خدعتني، والله لا أنخدع إلا أن تسلم. فأسلم الهرمزان. ولما قيل له: لما لم تسلم من قبل؟ قال: خشيت أن يقال أسلم خوفا من السيف. سمي بعام الرمادة لأن الأرض سودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد. واستمر هذا الحال 9 أشهر. فكتب عمر وإلى أبي موسى البصرة وإلى عمرو بن العاص: قل واغوثاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج الناس للاستسقاء، وأخرج عمر معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقي للناس. فقام العباس فخطب وأوجد وصلى ثم جثى على ركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرم. فلما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا بالغدران، لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولا برفاته ولا بشيء من أثر شعره ولا غير ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال لهم: فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. معركة نهاوند. المسلمون 30,000 بقيادة النعمان بن مقرن، وكان الفرس قد تحصنوا ولم يخرجوا لقتال المسلمين. وتكلم طليحة الأسدي فقال: إني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم بالقتال ويحمشوهم، فإذا برزوا ليفروا إلينا هرابا، فإذا استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلنا، فإنهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم. ابعث مجموعة من الجنود يناوشوهم بالقتال ويحمشوهم، فإذا برزوا يفر الجنود بتوعنا، فإذا استطردوا وراءهم خرجوا وراهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضا على الفرق كلنا ننسحب، فإنهم حينئذ لا يشكون في إيه؟ في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم، فإذا تكامل خروجهم رجعنا إليهم فجعلناهم حتى يقضي الله بيننا. فاستجاد الناس هذا الرأي، وأمر النعمان على المجردة القعقاع وابن عمرو، وأمرهم أن يذهبوا إلى البلدة فيحاصروهم وحدهم ويهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم. ففعل القعقاع ذلك، فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاع من معه فاغتنمها الأعاجم، ففعلوا ما ظن طليحة وقالوا هي هي، فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلدة من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبواب حتى انتهوا إلى الجيش. والنعمان بن مقرن على تعبئته، وذلك في الصدر نهار جمعة، فعزم الناس على مصادمتهم، فنهاهم النعمان وأمرهم ألا يقاتلوا حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر، الله أكبر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعل، وكان رجلا ثابتا، فلما حان الزوال صلى بالمسلمين ثم ركب بردونا له أحوى قريبا من الأرض، أحمر قرب من السواد، فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات، ويقدم للمسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملة، ويكبر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة، ثم الثالثة ومع الحملة الصادقة، ثم رجع إلى موقفه. وتعبأ الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفا هائلة في عدد وعدد لم يرى مثلها، وقد تغلغل كثير منهم بعضهم في بعض، وألقوا حسك الحديد وراء ظهورهم حتى لا يمكنهم الهرب. الحسك الشوك، شوك كده من حديد، ولا الفرار ولا التحيز. إنما ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه كبر الأولى وهز الراية فتأهب الناس للحملة، ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا أيضا، ثم كبر الثالثة وحمل الناس على المشركين، وجعلت راية النعمان تنقض على الفرس كانقضاض العقاب على الفريسة، ثم تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعد مثله في موقف من المواقف المتقدمة، ولا سمع السامعون بوقعة مثلها، وكتب الله النصر للمسلمين. ثم وفاة خالد. قال فخالد وهو على فراش الموت: لقد حضرت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وهانا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير
فلا نامت أعين جبناء. وقال أيضا: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. شفتم يا أخوان اللي إن شاء الله الأسبوع القادم تسلمون الأبحاث من أول الكتاب إلى هنا إلى صفحة 92. نعم. اختصار لما فات. اختصار لما فات. سيدنا أبو بكر. نعم. مرة معنا سورة بني إسرائيل. الإسراء. تستر. بعد في قريب من أفغانستان حاليا. نكتب إلى هذا الإيه الموضوع. خلاص يا أخواني. واضح؟ بالبداية من البداية. نعم. المطلوب أن تقرأ وتدون حتى لو اختصار بسيط، لكن تقرأ وتعيش مع الأحداث. جزاكم الله خير. نعم. أنت كل يعني مما فتح الله عز وجل عليه. المقدمة والله من أحب يقرأها ولا يعول لا بأس، لكن أهم شيء الأحداث والواقع عليه. التاريخ. نعم. وتعيش الأرواح لأبيه. الأرواح والله أنا وقع في نفس الشيء، أنها معناها ارتفاع المعنويات عند بعد الزوال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، فيعني وكأنهم يعينون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. خلاص في الأذكار والدعاء قبل المغرب في آخر ساعة، ولا تنسوا المسلمين من دعائكم. جزاكم الله خيرا.